قد تم استلام الخزنة تحوش الكائن بشارع حشيشة جنب التحريات العسكرية، وأمورها 100%، وسلموها لي شركة الخدمات العامة مصراتة، ونشكرهم وساعدوا معانا. أيوة الخزنة في حوش المرحوم علي جعفر رمضان الحي. أنا أخوه. أيوة هذه الخزنة أمورها طيبة ومسكرة، وبارك الله فيكم وشكركم على التعاون تاعكم معنا، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. والله نشكر مصراتة، نشكرها كثير الشكر، وغنية على التعريف مصراتة، عندي فيها أصحابي وأصدقائي وصبوا معنا في كل وقت يعني صدق يعني. يعني من جماعة مصراتة أصدقائي كلموني أي حاجة تفضل يعني، إن شاء الله ردوا لهم الجميل هذا إياه. وراني نا مصراتي، دا مصراتي، بارك الله فيكم وبارك الله في شركة الخدمات العامة اللي تعاونت معنا وسهلتنا جميع أمورنا، وإن شاء الله يكون هذا حد أحزان مدينة درنا وليبيا كلها، إن شاء الله تلتم على خير، بارك الله فيكم. إن شاء الله في ميزان حسن.